السلام عليكم خواتاتي والميمات، كنتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. ومرحبا بكم معايا في قناتي اللي هي قناتكم قناه لطيفه. مرحبا والف مرحبا بالجميع معايا. اليوم غنتشارك معكم ان شاء الله فطور سهل مهل وسريع تقدروا توجدوه ان شاء الله في ساعه او ساعه وشي حاجه. المهم بقاو معايا بلا ما نطول عليكم، نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نبداو على بركه الله. وهنايا عندي العجينه، الخبز ديالي فهو خمر. ما تشاركتش معكم الطريقه ديال العجين، فانا عجنت بالطحين الكامل مع الطحين العادي. فالعجين انا ما كنخليهش يخمر اكثر من القياس، فإلا خليته خمر بزاف كيخسر. ودابا صافي كملت الطياب ديال الخبيزات، بصراحه كيجيو زويونين. صافي فانا ملي كنكون هكا كنعجن، صافي كنعجن نهار وكنمنك نهار اولا يومين باش ما نبقاش نعجن كل نهار. صافي كنحتفظوا به في المجمد او الثلاجه، صافي كيبقى. وما تنساونيش خواتاتي من اللايكات ديالكم والاشتراكات والتعليق، فاللايكات والتعليق ديالكم كيفرحوني، الله يفرح الجميع في هذه العواشر. ودابا بسم الله على بركه الله نبداو ان شاء الله في الطويجين ديالنا. من بعد ما كتبقى ديك جوج ديال الساعات المغرب كنصب. عندي دجاج على حسب عدد الافراد ديال الاسره وعلى حسب الاستطاعه ديالكم، جوج فصوص ديال الثومه محكوكين وواحد المعلقه كبيره ديال الربيع قزبور ومعدنوس، وعندي ربعه ديال البصيلات وحده مقطعه مشنفه وثلاثه باقين صاينين، وعندي واحد شويه ديال السمن، راس معلقه صغيره ديال السمن فعندي انايا الحايل، وعندي الزبيب مع شي حبات ديال البرقوق فانا وضعتهم في الماء بارد غير باش تحيد منهم هكا شي غبره الا كانت ملي نغسلهم مزيان. صافي والتوابل كنوضع معلقه ونص ديال الكركم، وكنزيد معلقه ونص ديال سكينجبير، وكنزيد شويه ديال الابزار، واحد المعلقه ديال فلفله حمراء حلوه. صافي وكنخلط مزيان، والملح على حسب الذوق، وكنعصر عصيره ديال الحامض. صافي فانا كنخلط التوابل غير بالماء باش كيتشرب لينا الدجاج دوك التوابل وكيتلذذ. صافي فانا زدت شويه ديال المليحه. صافي وغنشرمل الدجيج ديالي مزيان، بصراحه كيجي الطاجين معلك ولذيذ بهذه الطريقه بالبصله والزبيب والبرقوق، فغير جربوه بهذه الطريقه، بصراحه كيجي مدغمر ومعلك وبنين. فانا دابا كنمونطي من بعد ما صليت العشاء والتراويح، اللهم تقبل منا صالح الاعمال. وكناخذ واحد البصيله مشنفه شويه كبيره، صافي كنفرشها في الطاجين، وكنسد فوق منها الدجاج، ونزيد شويه ديال زيت نباتيه، وندي الطويجين فوق البوطه باش يتسحر. ودابا شعلت البوطه وحطيت ديك القزديره اللي كندير تحت الطاجين، صافي كنحطو باش يتسحر. وهنايا كنبدا نقطع البصيله اللي عندي، ثلاثه ديال البصيلات على شكل دوائر كيف ما كتشوفوا. فغير جربوا الطاجين ديال الدجاج بالبصله والزبيب والبرقوق، بصراحه راه كيجي الطوب، متاكده غادي يعجبكم. صافي غنكمل البصيله ديالي نقطعها كلها دوائر ونخلي الدجاج يتسحر ونرجع معكم. ودابا الدجاج ديالي تسحر، صافي غنبدا نقلبو ونقادو مزيان باش نبدا نستف البصيله. صافي كنبدا نستف البصيله ديالي مزيان في الطاجين، وعندي واحد جوج عويدات ديال القرفه، من بعد غنزيدهم. بصراحة الطويجين كيجي خفيف ومعلك وبنين. صافي غنزيد العويدات ديال القرفة، وغنزيد هاد المريقة اللي كانت بقات ليا من الشرمولة ديال الدجاج، كنبدا نسقي بها البصيلة باش كتلون. صافي وعندي الزبيب اللي انا غسله هو والبرقوق، غسلتهم مزيان. صافي كنزيدهم وما كنزيد لا ما لا والو للطاجين، كنخليه على عافيه مهيله كيطيب غير في ديك الميها ديالو، فالبصيله الطريه كتطلق لينا الميها. صافي كنخليه يطيب على راحته، ما كنبقى نزيد حتى شي حاجه من غير شويه المليحه والقرفه. وهنايا الطاجين ها هو كيطيب، خليت عليه العافيه مهيله، وغنزيد دابا شويه ديال القرفه من الفوق. صافي كنخليوه غير بحال هكا، كنزيدو غير شويه ديال القريفه وكنخليوه يطيب على راحته، بصراحه كيجي كيشهي ريحته زوينه.
ودابا على بركه الله غنصيبوا السلطه بالرز. عندي هنايا الرز جوج ديال الكيسان وربع اللي كانوا عندي في الدار، ما بغيت نشري حتى شي حاجه، بغيت نخدم بداكشي اللي عندي. سلقتهم في شويه ديال الماء المليحه صافي، وصفيتهم من الماء من بعد ما تسلق. وعندي هنايا جوج تشيفيحات صغار وواحد البنانه قطعتهم وعصرت عليهم شويه الحامض وواحد الخيزويا بشرتها في الحكاكه الجهه الغليظه. وعندي كاس ديال الجلبانه اللي انا سالقاها، وعندي الذره المايس، وعندي الخل ديال السلطه ممكن تعوضوه بالحامض صافي. وعندي المايونيز اللي فايت ليا وتشاركت معكم، وواحد النص ديال اليوغور طبيعي. وهنايا وضعت زيت زيتون 3 ديال المعالق، وعندي نص دانون طبيعي صافي. وكنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الخل ديال السلطه، وغنزيد المايونيز 3 ديال المعالق كبار. بصراحه هاد الصوص فينيغريت كيلدد لينا السلطه. وغنزيد واحد المعلقه ديال العسل، معلقه كبيره اولا جوج على حسب الذوق ديالكم. المهم انا درت غير وحده، كيجي واحد شويه ناقص من الحلاوه صافي. وكنبدا نزيد الرز كيف ما كتشوفوا معايا، الرز كيجي حبه حبه. كنت باغا نخلي هكا شي حاجه حيت شفتو شويه بحال لي كتير، ولكن في الاخر غنكملو كامل ونخلط كلشي ونزيد المايونيز على المكونات اللي عندي. بصراحه الرز حتى هو كيجي زوين بزاف كسلطه مع هاد المكونات كلها، بصراحه جا لذيذ بزاف. والجلبانه فانا سلقتها في لميها مع المليحه، وداكشي اللي شاط ليا فانا خليته حتى لمورا التراويح عاد كليناه صافي. كنبدا نخلط السلطه ديالي مزيان، بصراحه كتجي بنينه صافي. وغنبدا نقدمها في الطبيسيلات، اكيد كنكمل الرز اللي عندي، وغنزيد حتى المايونيز كامل اللي كان عندي باقي في القريعه اللي سبق ليا وتشاركت معكم فانا كملته كامل. وهنا جبت هاد الزليفه ديال الزاج ديال التحليات صافي. كنبدا نعمر فيها الرز، ممكن انكم تدهنوها بشويه ديال الزيت اولا صافي غير كتعمروا فيها، انا غير كنعمر فيها ما كيلصقش صافي. وكنبدا نفرغوا في الطبيسيلات، فانا غنقدمه في طبيسيلات فرديين، كل فرد كنعطيوه حيده، وممكن انكم ديروه هكا في طبق عائلي الا ما بغيتوش ديروا اطباق فرديه. وكنبقى مستمره حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي. نعطي صبرا ناخذ اجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل اهلا، لان رمضان يجمعنا. وهذه هي السلطه، فانا قدمتها في 5 ديال الطبيصيلات، وباقي ليا ما نقدم في 2 ديال الطباسل، يعني غتكفي 7 ديال الاشخاص صافي. المهم غنخلي داكشي اللي باقي من بعد صافي. كيكون هذا هو الشكل ديالها النهائي، بصراحه كتجي بنينه ولذيذه بزاف، غير جربوها بالصحه والراحه. وهنايا على بركه الله غنوجدوا عصير، عندي 2 تفاحات و3 ديال الحبات ديال الكيوي، مع كاس عنبه ديال المركز ديال الحامض اللي سبقت ليا وتشاركت معاكم، بصراحه حتى هو كينفع صافي. كنبدا نقي التفاح وكنقطعو مباشره في الكاس ديال مولينيكس، وكذلك الكيوي كنقطعهم كاملين كنقيهم، اكيد كنكون غاسله كل شيء من قبل، فكل شيء تبارك الله حادق، ما تحتاجوش انني نقول لكم تغسلوا الفواكه صافي. كنبقى مستمره حتى نقطع هذه الكميه اللي عندي، وكنزيد داك المركز ديال الحامض، ولا ما كانش عندكم المركز ديال الحامض ديروا عصير 2 حامضات صافي. غنزيد تقريبا جبت اطرو ديال الماء، غنخلي منه شويه صافي، وغنطحن العصير. والعصير بعد ما طحنته بصراحه كيجي زوين وكيجي خاطر كيف ما كتشوفوا معايا، بصراحه كيجي لذيذ ومنعس مع الطاجين ديال التغماس. ما نعاود لكمش هي الطويجين صافي وجد، فانا كملت كل شيء، بقى واحد ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه للمغرب. بصراحه كيجي الطويجين معلق ولذيذ بالبصيله بالزبيب والبرقوق. وهنايا صافي حطيت كلشي في الطابله، المهم كانت باقا واحد القسمين اولا هكذاك للمغرب. بصراحه بحال هذا الوقت كنستغلوها في الدعاء واذكار الله، فالله سبحانه وتعالى كيستجب للدعاء. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبيله ديالنا، بصراحه كلشي تيجي لذيذ، الطويجين كيجي معلق، والخبيز حتى هو الصوص
السلطه حتى هي كتجي لذيذه والشكل ديالها زويون. وبالنسبه للحريره بقات ليا من البارح صافي، حطيت هنايا التمر وشويه ديال الشباكيه المخرقه صافي. هذه هي الطبيله ديالنا، اللهم ادمها علينا نعمه واحفظها من الزوال. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وصيامكم مقبول. الى اللقاء باذن الله.